هنتكلم عن أهم النقط في صحة الأطفال النفسية والعقلية وفي تغذيتهم كمان. أول حاجة صحتهم النفسية والعقلية. كل ما هنهتم بصحتهم النفسية والعقلية كل ما موضوع التغذية هيبقى أسهل بكتير. أول حاجة لازم العلاقة بيننا وبين أطفالنا يكون فيها نوع من الصحوبية كده، أو إن إحنا بنتكلم معاهم بطريقة تفكيرهم، ننزل لمستوى تفكيرهم ونشترك معاهم في النشاطات والألعاب اللي هم بيلعبوها، وكمان نشاركهم في اهتماماتنا ونشاطاتنا اليومية ونحكي لهم عن حياتنا الحاجات اللي ممكن يستفيدوا منها. دايما الأطفال بتشوف إحنا بنتصرف إزاي وبيحاولوا يقلدونا، فدايما فكروا في الموضوع ده. دايما في المواقف لما تكونوا متعصبين قوي حاولوا ان هم ما يشوفوش العصبية دي، حاولوا ان هم يشوفوا الحلو اللي في الحياة، وروهم، حاولوا تخلوهم يركزوا على الحاجة الحلوة في المكان في الشخص. دايما علموهم انه ما تعاملش الناس بمعاملتهم، علموهم انه يحبوا نفسهم ويحبوا شكلهم. لو جه الطفل بيشتكي مثلا من انه حد تنمر بيه او حد انتقده بطريقة معينة، علمه يحب شكله ويحب نفسه بطريقة بسيطة، ما تكلموش وحش عن الشخص، بالعكس دايما خليه يختلق اعذار للناس علشان ما يستهلكش طاقته في ان هو يقعد يقول ليه فلان حبيبني او مش حبيبني. دايما خليه يستهلك طاقته في ان هو يحب نفسه ويحب شكله زي ما هو. الطريقة اللي أطفالنا بيفكروا فيها لما يجوا يلعبوا أو لما يختاروا ألعابهم غير ما إحنا متوقعين تماما، فدايما وإحنا بنشتري لهم ألعاب ناخدهم معانا أو نحكي لهم عن أفكار ألعاب ونشوف هم هيتشدوا أكتر لأني أفكار، لأنه ساعات بناخدهم معانا بيقعدوا يشبطوا في كل حاجة. فالمهم إن إحنا نشوف هم ميالين لإيه، هم شخصيتهم حابة إيه أكتر، وإحنا بنشتري لهم الألعاب. ولما نجيب الألعاب نحاول نشاركهم، هم صراحة بيتكلموا في حاجات بديهية جدا وعايزين نعمل معاهم حاجات بديهية جدا بسيطة جدا وبينبهروا بحاجات بسيطة جدا، وروهم الانبهار وادخلوا معاهم في المود. الحاجات دي بتفرق معاهم جدا. كلنا بنعاني من انه ماما بصي انا بصيت على التلفزيون، ماما بصي اللعبة دي لونها اصفر وهي صفرة، خلاص الموضوع بسيط، بس هم بيبقوا عايزين يلفتوا انتباهنا باي شكل، وفي حاجات بتبقى بالنسبة لنا احنا بسيطة هي بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا. فدايما نكون حريصين ان احنا نسمع منهم، نتكلم معاهم، ولما نكون في فترة أزمة أيا كانت أزمة يعني بنمر بيها، أزمة في الشغل، أزمة في حياتنا الشخصية، أزمة زي اللي كل العالم بيمر بيها دلوقتي، دايما ننقي إيه اللي هنعرفه لهم وإيه اللي مش هنعرفه لهم عشان ما نوترهمش. يعني فترة زي اللي احنا فيها دي لازم نعرفهم إنه في حاجة اسمها كورونا، في حاجة اسمها فيروس، الإصابة إزاي، العدوى إزاي، الوقاية إزاي، نتجنب كل ده إزاي، إيه الأعراض اللي ممكن تظهر، لو ظهرت الأعراض بيحصل ايه، فرصة ان احنا نعلمهم انه الفيروسات دي عدو بيحاربنا بقاله سنين ملايين السنين ولسه هيحاربنا، فالسلاح الوحيد للعدو ده هو التغذية السليمة. وهتيجوا بقى من النقطة دي وتدخلوا لهم بقى فرصة كويسة جدا ان انتوا تدخلوا لهم على موضوع التغذية واهمية التغذية، ان طول ما انت بتاكل اكل صحي ده هيكون سلاحك طول حياتك علشان مناعتك تكون قوية وعلشان صحتك تكون احسن وكمان عشان نفسيتك تكون احسن. كل ده مهم قوي. طب لو جينا بقى نتكلم على التغذية، في حاجات احنا بنكون متخيلين ان الاطفال مش هتحبها تماما وهم هيحبوها جدا، المهم ان احنا نقدمها لهم. البروكلي مثلا، الشوكولاتة الغامقة، كل الحاجات دي بنبقى متخيلين ان هي السبانخ الحاجات دي هتبقى تقيل عليهم، لا، اقدموا لهم الحاجات دي وممكن تتفاجئوا بان هي عجباهم جدا وحبينها جدا. المهم ان اكلهم يكون متوازن، ودايما نحترم ان هم لو الطفل شبعان ما تقعدش تغصب عليه بالاكل، سيبه يجوع علشان لما يجوع وتقدم له بقى الاكل اللي احنا بنتكلم عليه صحي ومفيد وهو مش الاولوية بالنسبة له، هياكله لان هو جعان، هو جعان فانت بتحط له سمك او بتحط له بروكلي فهياكل حاجة على الاقل يصبر نفسه لحد ما انت تجيب له البطاطس والكاتشب والحاجات اللي هو بيبقى عايز يطلبها كل يوم او عايز ياكلها كل يوم. فدايما نكون اذكياء في التعامل معاهم، نحاول نحببهم في الاكل الصحي، نحاول نفهمهم من وهم صغيرين اهمية السلطة، اهمية شرب اللبن، اهمية ان هم يقللوا السكر في اكلهم، اهمية ان هم ياخدوا العسل كبديل للسكر. كل ما هتعملوا مجهود معهم دلوقتي كل ما هتعملوا هتستثمروا في حياتهم بعدين، وهتتأكدوا ان انتوا الطفل ده هيعيش حياة صحية نفسيا وجسديا، لانه هيتعلم يتكلم ويتعلم يحب نفسه وتبقى أولويته انه يهتم بنفسه ويشغل باله بنفسه. اتمنى اكون غطيت
كل الحاجات اللي هتفيدكم في الحتة دي. واخر حاجة واهم حاجة علشان تشجعوهم على اكل صحي، دايما اتكلموا معاهم في تأثير الاكل الصحي على صحتهم وكمان على نفسيتهم، واحكولهم على امثلة ناجحة في ان هي تطور من نفسها او تطور من صحتها باتباعها نظام غذائي صحي. دي اكتر حاجات كنت عايزة اقولها لكم النهاردة. اتمنى الفيديو ده يكون مفيد ويكون شجعكم ان انتوا تركزوا في صحة الاطفال النفسية والجسدية.